بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 36 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولا نزال في المسألة الأولى التي خصصها الإمام للحديث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام، حيث بيّن أن الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى أقسام أربعة: الأول يتعلق بالاعتقاد، والثاني بالتبليغ، والثالث بالفتيا، والرابع بالأفعال. وبعد أن ذكر الإمام أدلة المخالفين القائلين بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالاعتقاد والتبليغ والفتيا، وأجاب عن تلك الأدلة وردها، بيّن أنهم استدلوا على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالأفعال، استدلوا بصدور الزلة عن آدم عليه السلام، وأجاب عن تلك الأدلة بأن آدم عليه السلام حال صدور الزلة عنه لم يكن نبيا، ثم بيّن أن تلك الزلة لو صدرت عنه حال كونه نبيا فإما أن تصدر عنه حال كونه ناسيا أو حال كونه ذاكرا. أما الأول فهو قول بعض المتكلمين، وهذا القول ذكر الإمام في تقريره وجوها وأورد اعتراضات عليها وأجاب عنها، وقد فرغنا من عرضها في الدرس السابق. وأما القول الثاني وهو أن الزلة صدرت عن آدم عليه السلام حال كونه نبيا وحال كونه ذاكرا عامدا، فيقول الإمام في بيانه: أما القول الثاني وهو أنه عليه السلام فعله عامدا، فهاهنا أربعة أقوال: أحدها أن ذلك النهي كان نهي تنزيه لا نهي تحريم. يقول: وقد تقدم الكلام في هذا القول وعلته. القول الثاني أنه كان ذلك عمدا من آدم عليه السلام، وكان ذلك كبيرة، مع أن آدم عليه السلام كان في ذلك الوقت نبيا، وقد عرفت فساد هذا القول. القول الثالث أنه عليه السلام فعله عمدا، لكن كان معه، أي مع آدم عليه السلام، من الوجل والفزع والإشفاق ما صير ذلك الذنب في حكم الصغيرة. يقول الإمام: وهذا القول أيضا باطل بالدلائل المتقدمة، لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل المنهي عمدا إن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصيا مستحقا للعن والذم والخلود في النار، ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك، ولأنه تعالى وصفه بالنسيان في قوله: فنسي ولم نجد له عزما. يقول: وذلك ينافي العمدية. القول الرابع وهو اختيار أكثر المعتزلة أنه عليه السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه، أقدم على الأكل من الشجرة بسبب اجتهاد أخطأ فيه. يقول: وهذا رأي المعتزلة: وذلك لا يقتضي كون الذنب كبيرة. بيان الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له: ولا تقرب هذه الشجرة، فلفظ هذه قد يشار به إلى الشخص وقد يشار به إلى النوع. لفظ هذه، الله عز وجل قال: ولا تقرب هذه الشجرة. قالت المعتزلة: لفظ هذه قد يشار به إلى الشخص وقد يشار به إلى النوع. فآدم عليه السلام أكل من الشجرة بسبب الاجتهاد الخطأ، وهذا لا يقتضي الذنب. بيان الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له: ولا تقرب هذه الشجرة،
فلفظة هذه قد يشار بها إلى الشخص وقد يشار بها إلى النوع. روي أنه عليه السلام أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا بيده وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، وأراد به نوعهما. وروي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وأراد نوعه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هذان حل لإناث أمتي أراد به نوع الذهب والحرير، وكذلك قوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أراد بقوله هذا وضوء أراد نوع الوضوء. والحديث الأول رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه حرير وذهب، فقال: هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم. والحديث الثاني رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. يقول الإمام: فلما سمع آدم عليه السلام قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، ظن أن النهي إنما يتناول تلك الشجرة المعينة، فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع، إلا أنه كان مخطئا في ذلك الاجتهاد، لأن مراد الله تعالى من كلمة هذه كان النوع على الشخص، والاجتهاد في الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن لاحتمال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعنا. فإن قيل أي إن قال المخالف: الكلام على هذا القول من وجوه، أي ترد على هذا التأويل اعتراضات، أحدها أن كلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء الحاضر، والشيء الحاضر لا يكون إلا شيئا معينا، فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء المعين. فأما أن يراد بها الإشارة إلى النوع فذاك على خلاف الأصل، وأيضا فلأنه تعالى لا تجوز الإشارة عليه، فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة بالإشارة إلى ذلك الشخص، فكان ما عداه خارجا عن النهي لا محالة. وإذا ثبت هذا فنقول: المجتهد مكلف بحمل اللفظ على حقيقته، فآدم عليه السلام لما حمل لفظ هذا على المعين كان قد فعل الواجب، ولا يجوز له حمله على النوع. واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين، أحدهما أن قوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما، أفاد الإذن في تناول كل ما في الجنة إلا ما خصه الدليل. والثاني أن العقل يقتضي حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خصه الدليل، والدليل المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين، فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذونا له في الانتفاع بسائر الأشجار، وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتابا وأن يحكم عليه بكونه مخطئا، فثبت أن حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيبا لا مخطئا، وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا التأويل. والوجه الثاني في الاعتراض على هذا التأويل: هب أن لفظ هذا متردد بين الشخص والنوع، ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص، أو ما فعل ذلك؟ فإن كان الأول أي إن قرن به ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص، فإما أن يقال إن آدم عليه السلام قصر في معرفة ذلك البيان، فحينئذ يكون قد أتى بالذنب، وإن لم يقصر في معرفته بل عرفه فقد عرف حينئذ أن المراد هو النوع، فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون إقداما على الذنب قصدا. الوجه الثالث
أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد، لأن الاجتهاد إقدام على العمل بالظن، وذلك إنما يجوز في حق من لا يتمكن من تحصيل العلم. أما الأنبياء عليهم السلام فإنهم قادرون على تحصيل اليقين عن طريق الوحي، فوجب ألا يجوز لهم الاجتهاد، لأن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلا وشرعا. وإذا ثبت ذلك ثبت أن الإقدام على الاجتهاد معصية. الوجه الرابع: هذه المسألة إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية، فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيرة وحينئذ يعود الإشكال، وإن كانت من الظنيات فإن قلنا إن كل مجتهد مصيب فلا يتحقق الخطأ فيها أصلا، وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطئ فيها معذور بالاتفاق، فكيف صار هذا القدر من الخطأ سببا لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ إذن هذه اعتراضات واردة على قول من قال إن آدم عليه السلام اجتهد فأخطأ. يقول الإمام: والجواب عن الإشكال الأول أن لفظ هذا وإن كان في الأصل للإشارة إلى الشخص لكنه قد يستعمل في الإشارة إلى النوع كما تقدم بيانه، أي في الحديثين الشريفين المذكورين، وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع. والجواب عن الإشكال الثاني هو أن آدم عليه السلام لعله قصر في معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا يلزمه ذلك في الحال، أو يقال إنه عرف ذلك الدليل في وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلما طالت المدة غفل عنه، لأن في الخبر أن آدم عليه السلام بقي في الجنة الدهر الطويل ثم أخرج. والجواب عن الإشكال الثالث أنه لا حاجة هاهنا إلى إثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالاجتهاد، فإنا بينا أنه عليه السلام قصر في معرفة تلك الدلالة، أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها، وهو المراد من قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما. والجواب عن الرابع: يمكن أن يقال كانت الدلالة قطعية، إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذرا في أن لا يصير الذنب كبيرا، أو يقال كانت ظنية، إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر المجتهدين، لأن ذلك يجوز أن يختلف باختلاف الأشخاص. وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخصوص بأمور كثيرة في باب التشديدات والتخفيفات بما لا يثبت في حق الأمة، فكذا هاهنا. إذن المؤاخذة على الذنب تختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص، ويستدل على ذلك بقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذن يجوز أن تختلف التشديدات والتخفيفات باختلاف الأشخاص، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص بأمور كثيرة في باب التشديدات كما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وفي باب التخفيفات فكذلك الأمر في حق آدم عليه السلام. يقول النيسابوري: الذاهبون إلى أنه أي آدم عليه السلام فعل ذلك عامدا أربع فرق، منهم من قال النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم، ومنهم من قال كان عمدا من آدم عليه السلام وكان كبيرة مع أن آدم عليه السلام في ذلك الوقت كان نبيا. يقول: وقد عرفت فساد هذا القول. النيسابوري يلخص كلام الإمام الرازي. ومنهم من قال فعله عامدا لكنه كان معه من أعمال القلب من الإخلاص والوجل
والخوف من الله عز وجل ما صير ذلك الذنب صغيرة. وزيف هذا بأن المقدم على ترك الواجب أو فعل المنهي عمدا لا يعذر بدعوى الخوف. المقدم على ترك الواجب أو فعل المنهي عمدا لا يعذر بدعوى الخوف، فلا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك. ومنهم، وهذا اختيار أكثر المعتزلة، منهم من قال إنه أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه، يقول وذلك لا يقتضي كون الذنب كبيرا. هذا رأي المعتزلة، قالوا إنه أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه وذلك لا يقتضي كون الذنب كبيرا. بيان الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له ولا تقرب هذه الشجرة، فلفظ هذه قد يشار به إلى الشخص وقد يشار به إلى النوع، فمراد الله تعالى من كلمة هذه ذلك النوع لا الشخص. فآدم عليه السلام ظن أن النهي قد ورد على الشجرة المعينة فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع. ثم لخص النيسابوري الاعتراضات التي أوردها الإمام على الرأي القائل بأن آدم عليه السلام أقدم على الأكل من الشجرة بسبب اجتهاد أخطأ فيه، لخص الاعتراضات فقال واعترض بأن لفظ هذه في أصل اللغة للإشارة الشخصية، وإذا حمل آدم عليه السلام اللفظ على أصل وضعه فكيف يعد مخطئا؟ هذا أولا. وأما ثانيا فهب أن لفظ هذه متردد بين الشخص والنوع، فإن كان مع قرينة الإشارة النوعية وقصر آدم في معرفتها كان مذنبا، وإن عرفها وأقدم على التناول فكذلك، أي يكون مذنبا أيضا، وإن لم يكن فيها قرينة فلا يعد مخطئا. ثالثا، الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد لأنهم قادرون على تحصيل اليقين بالوحي، فالإقدام على الاجتهاد عين المعصية. رابعا، هذه المسألة إن كانت قطعية فالخطأ فيها كبيرة، وإن كانت من الظنيات فإن قلنا كل مجتهد مصيب فلا خطأ إذن، وإن قلنا المصيب واحد فالمخطئ فيها معذور بالاتفاق. يقول النيسابوري وأجيب عن هذه الاعتراضات بأن لفظ هذا يستعمل في الإشارة النوعية أيضا، وبأن آدم عليه السلام لعله قصر في معرفة القرينة أو عرفها ثم نسي لطول المدة فلهذا عوتب. وأجيب أيضا بأن المسألة القطعية لما نسيها آدم عليه السلام صار النسيان عذرا فلا يصير الذنب كبيرة. وقد تكون المسألة ظنية وترتب التشديدات على الخطأ فيها لأن النبي قد يؤاخذ بما لا تؤاخذ به الأمة. يقول الإمام واعلم أنه يمكن أن يقال في المسألة وجه آخر، أي يمكن تأويله قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة على وجه لا يكون معه آدم عليه السلام قد وقع في الكبيرة. يقول اعلم أنه يمكن أن يقال في المسألة وجه آخر، وهو أنه تعالى لما قال ولا تقربا هذه الشجرة ونهاهما معا قال ولا تقربا، فظن آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهما وحده أن يقرب الشجرة وأن يتناول منها، لأن قوله تعالى ولا تقربا نهي لهما على الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع لا يلزم من ذلك حصوله حال الانفراد، فلعل الخطأ في هذا الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه. فهذا جملة ما يقال في هذا الباب والله أعلم. المسألة الثانية، يقول اختلفوا في أنه كيف تمكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن إبليس كان خارج الجنة وآدم عليه السلام كان فيها، وذكروا في ذلك وجوها. أحدها قول القصاص، والإمام ينسب هذا القول إلى القصاص، ومعلوم أن القصاص لا يتحرون صحة ما يقولون ويذكرون القصص التي فيها أمور غريبة عجيبة
لا يصدقها العقل. فالإمام يقول أحد هذه الأقوال قول القصاص، وهو الذي رووه عن وهب بن منبه اليماني وعن السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أنه لما أراد إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة، فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختية، وهي كأحسن الدواب، بعدما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبله واحد منها، فابتلعته الحية وأدخلته الجنة خفية من الخزنة، فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة، فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشي على بطنها، وجعل رزقها في التراب وصارت عدوا لبني آدم. إذن هذا قول القصاص. يقول الإمام: واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب ألا يلتفت إليه، لأن هذه القصة باطلة لا يجوز الالتفات إليها. والإمام يردها ردا عقليا، يقول: لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلما لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة؟ ولأنه لما فعل ذلك بالحية فلم إذن يقول لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلما لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة؟ ولأنه لما فعل ذلك بالحية فلما عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة؟ القول الثاني أن إبليس دخل الجنة في صورة دابة، يقول: وهذا القول أقل فسادا من الأول. وثالثها قال بعض أهل الأصول: إن آدم وحواء عليهما السلام لعلهما كانا يخرجان إلى باب الجنة، وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس إليهما. إذن هذا القول الثالث. ورابعها وهو قول الحسن أن إبليس كان في الأرض وأوصل الوسوسة إليهما في الجنة. قال بعضهم: هذا بعيد، لأن الوسوسة كلام خفي، والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى السماء. يقول: واختلفوا من وجه آخر، وهو أن إبليس هل باشر خطابهما أو يقال إنه أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه. حجة القول الأول، أي من قال بالمشافهة والمخاطبة، ومن قال بأن آدم عليه السلام وحواء كانا يخرجان من الجنة وأن إبليس خاطبهما مشافهة، حجتهم قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وذلك يقتضي المشافهة. وكذا قوله تعالى: فدلاهما بغرور. وحجة القول الثاني أن آدم وحواء عليهما السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة، فيستحيل في العادة أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه، فلا بد وأن يكون المباشر للوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي ها هنا سؤالان. يقول السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الإزلال إلى إبليس فأزلهما، إذن أضاف الإزلال إلى إبليس، فلما عاتبهما على ذلك الفعل؟ قلنا: معنى قوله فأزلهما أنهما عند وسوسته أتيا بذلك الفعل، فأضيف ذلك إلى إبليس، كما في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فقال تعالى حاكيا عن إبليس، أي الإمام يذكر هذه الآية ليقوي هذا القول، قال تعالى حاكيا عن إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا ما قاله المعتزلة. يقول: والتحقيق في هذه الإضافة ما قررناه مرارا، أن الإنسان قادر على الفعل والترك، ومع التساوي يستحيل أن يصير مصدرا لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام الداعي إليه.
والداعي عبارة في حق العبد عن علم أو ظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة، فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب منبه نبه عليه كان الفعل مضافا إلى ذلك، لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل، فلهذا المعنى انضاف الفعل هاهنا إلى الوسوسة. وما أحسن ما قال بعض العارفين: إن زلة آدم عليه السلام هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس، فمعصية إبليس حصلت بسبب وسوسة من؟ وهذا ينبهك على أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل، وأن الدواعي وإن ترتب بعضها على بعض فلا بد من انتهائها إلى ما يخلقه الله تعالى ابتداء، وهو الذي صرح به موسى عليه السلام في قوله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أضاف الإزلال إلى إبليس لأنهما عند وسوسته أتيا بذلك الفعل فأضيف إلى إبليس، فهذا كقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قالوا: السورة لا تزيدهم رجس، لكن لما ازدادوا رجسا عند نزول السورة أضيف ذلك إليها، فكذا هاهنا. وهذا تأويل المعتزلة. الرأي الثاني أن الله عز وجل أسند الإزلال والإخراج إلى الشيطان لأنهما حصلا بسبب وسوسته. يقول أبو حيان: نسب الإزلال والإزالة والإخراج لإبليس على جهة المجاز، والفاعل للأشياء هو الله تعالى. هذا رأي أهل السنة. السؤال الثاني: كيف كانت تلك الوسوسة؟ الجواب: أنها هي التي حكى الله تعالى عنها في قوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فلم يقبلا ذلك منه، فلما أيس من ذلك عدل إلى اليمين على ما قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فلم يصدقاه أيضا. والظاهر أنه بعد ذلك عدل إلى شيء آخر، وهو قوله تعالى: فدلاهما بغرور، وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيها، فحصل بسبب استغراقهما فيها نسيان النهي، فعند ذلك حصل ما حصل، والله أعلم بحقائق الأمور كيف كانت. ونقف عند قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الجملة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.